على وقع استمرار التظاهرات في البصرة هنا، مجلس محافظتها يخفق في عقد جلسة لمناقشة تطورات ملف الاحتجاجات، وذلك لعدم اكتمال النصاب، والسبب هو سفر عدد غير قليل من الأعضاء لتأدية مناسك الحج، بحسب الأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ لتأدية هذه الفريضة. بالنسبة للمجلس واقعا ولست مدافعا عنه، أنه مطالب حقيقي، وأيضا عند الاستعداد أيضا مساعدة المظاهرين وأيضا المعتصمين بكل ما يملك من إمكانيات ومن كل إرادة. مطلنا أذن الطرشة بس قاعدين يشاهد يتفرجون علينا ويضحكون علينا، هذول ما شلع قلع كلها من العبادي إلى هذول، هذا هو، ها كلهم فاسدين، أذونا أذو الشعب. أما الشارع فخلافا لما هو سائد، فقد طور المتظاهرون من أساليب احتجاجهم عبر تنظيم مسيرات راجلة تجوب الشوارع على إيقاع الهتافات التي تنادي بمحاسبة الفاسدين. العبادي وين هو؟ قبل 4 سنوات قال راح أضرب على أيدي الفاسدين وأطلعهم، وينك حيتان البسة طلعتهم؟ الله أكبر يا علي الأحزاب باقونا. ولم يكن هذا الهتاف هو الوحيد في المظاهرات الغاضبة هنا التي يقودها الشباب، حيث رددت أيضا هتافات ضد الأحزاب السياسية وضرورة إنهاء سطوتها على مؤسسات الدولة. احنا جاي نشوف جهات أحزاب تتظاهر، احنا إذا الأحزاب تتظاهر احنا على شنو طالعين؟ هو السلطة بيدكم، انتم تتظاهرون على شنو؟ هذا وعد هذا وعد. شعارات المظاهرات وجولة المحتجين في قلب البصرة وأماكنها العامة جاءت كما هو واضح لدفع الناس للمشاركة في التظاهرات بهدف إدامة زخمها إلى حين تنفيذ الحكومة للمطالب. ما يصير هيك، انا اناشد اهل البصره باسم الدين، لا اكو دين، باسم الاخلاق، باسم الكرامه، انت تطلع عيب ترى هذا الحكي، يعني بصره تفرهدت، بصره ياكل بها القاص الداني وانت فقير. يبدو ان الواقع المدخن بالازمات صار اشبه بالشراره التي تعيد اشعال التظاهرات كلما خفت جذوتها، والحراك مستمر الى حين تحقيق المطالب بحسب منظمي سعد قصي، الحره، مدينه البصره.